بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم زوايا قرآنية. قال الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ابتدأ الله هذه الآية باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى، ثم تحدث في ثناياها عن الرزق، ثم ختمها باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى. قال الله: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يوصل لهم الخير من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. الله لطيف بعباده يصرف عنهم الشر من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. التقى صاحب شاحنة سيارة كبيرة بسيارة صغيرة، ثم ارتطمتا وفتح باب السيارة الصغيرة، وخرج ذاك الرجل طار إلى الجهة المقابلة، ثم التفت ينظر إلى ذلك الحادث المؤلم المميت وقال: الحمد لله الذي لطف بي ونجاني، فيا لطيف ألطف بنا يا رب العالمين. ثم قال الله: يرزق من يشاء. الله عز وجل يرزق من يشاء جل في علاه، والأرزاق كثيرة، فالصحة والعافية رزق، والزوجة الصالحة رزق، والذرية الطيبة رزق، والأمن والأمان والإيمان رزق. فاللهم لك الحمد على هذه الأرزاق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ختم الله الآية باسمين كريمين، قال الله: يرزق من يشاء وهو القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، العزيز الذي عز فحكم، حكم بأن يغنى فلان وأن يفقر فلان وأن يصح فلان وأن يمرض فلان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل ينظر إلى عبد من عباده في معنى كلامه، ويرى أن شيئا ما قد جهز له، وينظر بعلمه جل وعلا أن هذا الشيء سيفسد عليه آخرته، فيقول: اصرفوا هذا عن عبدي، فيصرف هذا عن العبد رحمة من الله سبحانه وتعالى. فمنعه عطاء جل في علاه. فاللهم الطف بنا وارزقنا الحلال الطيب المبارك يا ذا الجلال والإكرام، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.